السلام عليكم. من المؤمنين رجال. يوم تجثو كل أمة. يوم تجثو كل أمة. في دياجير الملمة. في دياجير الملمة. للسؤال عن المهمة. شهداء أحد. شهداء أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت: التمس لي سعد بن الربيع. أحي أم قتل؟ سعد بن الربيع. فإن لقيته فقل له: يقول لك رسول الله كيف تجد. قال زيد: فالتمسته في القتل. فوجدته بآخر رمق وبه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجده؟ فقال: وعلى رسول الله السلام، إني أجد ريح الجنة. وقل لأصحابي من الأنصار: لا عذر لكم، عند الله إن خلص إلى النبي وفيكم عين تطرق. ثم مات من وقت. يوم لا ينفع مال أو خليل أو عيال، كله شر وبال. عبد الله بن جهل. عبد الله بن جهل في يوم أحد أقسم على ربه تبارك وتعالى، قال: اللهم إني أقسم عليك أن أتلقى رجلا عظيما كفره، فيبقر بطنه ويجدع أنفي ويقطع أذني، فتسألني فيما يا عبد الله؟ أقول فيك يا رب. من المؤمنين رجال صدق. يوم صاحبها من المؤمنين رجال. أين عمرو بن الجموع؟ وهذا عمرو بن الجموع، وكان أعرج شديد العرج. قال: إن بني هؤلاء يمنعونني من الخروج، وأنا يا رسول الله أريد أن أضع بعرجتي هذه في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أنت ممن عذر الله؟ وقال لبنيه: دعوه، لعل الله أن يرزقه شهادة. فقتل يوم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رجال الصدق، لقد رأيته يطأ بعرجته في الجنة ما لها عوض. خيثمة أبو سعد. قال خيثمة أبو سعد: لقد فاتتني وقعة بدر، وكنت والله عليها حريص، حتى استهمت أنا وابني في الخروج، فخرج سهمه فرزق الشهاد. فلقد رأيت ابني، يعني في الرؤيا، فقلت له: كيف تجده؟ قال: نسرح في ثمار الجنة وأنهارها، فاصحبنا تدخل الجنة. يا شهيدا قد جاء خيثمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا، وقال: والله يا رسول الله لقد كبرت سني ورق عظمي، وأريد أن ألقى فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقتل شهيدا يوم أحد. وهذا عبد الله بن حرام رأى مبشر بن عبد المنذر في المنام، فقال: كيف تجد؟ قال: نسرح في الجنة كيف نشاء، وأنت قادم علينا بعد أيام. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: هذه الشهادة يا أبا جابر. فقتل عبد الله بن حرام يوم أحد. يا
من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال لقلبي من هموم وانشغالي وبما قد حل قلبي من هموم وانشغالي